متابعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. انتم على المباشر معنا على قناتكم شوف تي في مباشره من مدينه ازمور. اذا الحمله لاغلاق جميع المحلات التجاريه، كذلك دخول الناس المساكن. يلا
اذا متتبعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، انتم على المباشر معنا على قناتكم شوف تيفي مباشره من مدينه زمور. اذا من مدينه زمور شارع محمد الخامس. اذا كيف ما خرج القرار ديال اغلاق جميع المحلات التجاريه، طبعا القرار الصادر عن وزاره الداخليه باغلاق جميع المحلات التجاريه، قائد المقاطعه الاولى كيقوم بحمله. يلا الغرض عليكم الشباب. يلا لتنبيه جميع المحلات بالاغلاق، كذلك الساكنه بالدخول بيوت ديالهم طبعا، حفاظا على انفسهم، حفاظا على السلامه ديالهم والسلامه ديال العائلات ديالهم. سيداتي سادتي، انتم دائما على المباشره على قناتكم شوف تيفي مباشره من مدينه زمور. اذا مدينه زمور. يلا الشباب الله يرحم الوالدين. يلا الله يرضى عليكم. سير اودي دخل هان. سيداتي سادتي كيف ما كتشوفوا حتى رجال الامن اذا نتمنوا من جميع المواطنين الالتزام بالبقاء في البيوت ديالهم حفاظا على السلامه ديالهم، خصوصا ان اليوم سمعنا انه هناك جوج اصابات بالجماعه ديال سيدي علي يعني بالمقربه من مدينه زمور. اذا دائما جماعه سيدي علي مره اخرى، اذا جوج ديال الحالات ديال الاصابه مؤكده فيروس كورونا. اذا تخاصموا مع الناس. لا ما اذا سيداتي سادتي دائما من مدينه زمور. اذا قائد المقاطعه او قائد الملحقة الإدارية الأولى بمدينة زمور كيطالب الساكنة بالدخول للبيوت ديالها. إذا سيداتي سادتي دائما من مدينة زمور، أؤكد لكم سيداتي سادتي أن هناك جوج ديال الحالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بإقليم الجديدة. إذا جوج ديال الحالات جديدة
من جماعة ديال سيدي علي. إذا جماعة سيدي علي هناك جوج ديال الحالات سيداتي سادتي. إذن سيداتي سادتي، كان هذا أحد تدخلات رجال الأمن الوطني ورجال السلطة خصوص إذن كانوا يطلبوا من الناس أنهم يدخلوا المسكن
خلاص تمام.